نروح لكرة السلة رجال. كرة السلة رجال حقيقة حاجة ما شاء الله جميلة، تفرح طبعا بعد انضمام الصفقات الجديدة واللعيبة اللي موجودين أيضا تعاقداتهم سارية من قبل. الفريق بقى حاجة جميلة جدا جدا. الفريق طبعا الفريق الأول فاز بثلاث مباريات وفي الدورة المجمعة الأولى اللي كانت على صالة الأمير عبد الله الفيصل من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، فزنا على الزهور وطنطا وطلائع الجيش. والحقيقة في مباراة كمان شغالة دلوقتي في الدورة المجمعة الثانية اللي بتلعب في طنطا مع الزهور. اكيد لو خلصت اثناء الحلقه هنقول لكم النتيجه، بس احنا ان شاء الله مطمنين على فرقتنا. الفرقه شكلها كويس، كابتن اشرف توفيق بيوزع الحمل، في لعيبه كمان ناشئين شفناهم طلعوا لعبوا مع الفريق الاول. الحقيقه شكل الفرقه ما شاء الله يفرح، ينقصنا التوفيق، ينقصنا الهارموني مع بعض عشان ان شاء الله نقدر السنه الجايه نحقق الحلم اللي ما قدرناش نحققه السنه دي، بس كلنا ثقه ان شاء الله في اللاعبين والجهاز الفني. نروح على مرتبط كره السله. يمكن كره السله سنة بيبقى المرتبط فريق 18 والسنة اللي بعدها بيبقى فريق 16. طب ليه الاتحاد بيعمل كده؟ عشان حسب بطولة أفريقيا اللي جاية إيه؟ يعني في بطولة أفريقيا اللي جاية 18 سنة، فكان المرتبط بتاع السنة اللي فاتت هو 18 سنة. بطولة أفريقيا اللي جاية بعديها هتبقى 16 سنة، فالمرتبط السنة دي هو 16 سنة. كل سنة بيتغير على حسب الارتباطات الأفريقية، وده فكر يعني طبعا أكيد يحترم. طبعا الفريق فاز بالثلاث مباريات بتاعه الجوله او المدوره المجمعه الاولى. طبعا كابتن اسلام الكيلاني المدير الفني فاز بالثلاث مباريات الاولى في صاله الشهداء، الصاله الصغيره طبعا في النادي الاهلي، وفاز النهارده ايضا على الزهور بالعلامه الكامله. طبعا اللاعبين بيضموا مجموعه مميزه جدا من اللاعبين اللي ليهم مستقبل كبير. وطبعا زي ما عودناكم هنكون في كل مكان مع طبعا ابطالنا او ناشئينا، وبنقف طبعا مسافه واحده مع نجومنا كبار والملايين وايضا ناشئينا. لازم طبعا الناشئ يبقى له قدوه ويحس ان احنا قريبين منه. كامة الابطال كانت مع ناشئي او فريق مرتبط لكره السله، صورنا التقرير ده نشوفه وارجع لحضراتكم. السيزون ده مختلف في كل حاجه. بدايه السيزون مطلوب منك في شهر واحد تعمل اللي انت المفروض تعمله في ثلاث شهور، فدي كانت تجربة صعبة ومحدش مر بيها قبل كده عشان تاخد منه خبرات. فاجتهدنا الحمد لله ان احنا نقدر نوصل بالولاد يبقوا شكلهم كويس، وفي نفس الوقت يحصل انسجام بينهم وبين بعض، لان احنا دول جيلين، دول كانوا فرقة 2005، دول فرقة و2006، دول فرقة، فأول مرة الجيلين دول يدخلوا مع بعض، فكان مهم جدا ان انت تعمل انسجام وتعمل الشغل بتاعك، ويبقى الكلام ده كله في وقت ضيق اللي هو وقت الشهر. وعلى طول طبعا بطوله المرتبط دي بطوله مهمه للنادي ولينا كلنا، فكل دي كانت ضغوط. الحمد لله الولاد قدروا يتكيفوا معاها وقدروا يشتغلوا في الفتره دي وتحملوا الشغل ده، والحمد لله يعني المنظر اعتقد مش وحش. يعني ان احنا ان شاء الله الفرقه بتعمل اقصى ما عندها طول الوقت، بتبذل هارد وورك، هو ده اللي احنا بنطلبه من الولاد، وده سبيل الطريقه او الوسيله اللي انت تقدر تحقق بيها البطوله ان شاء الله، وربنا يكرمنا بالبطوله ان شاء الله. لعبنا ثلاث ماتشات وفوزناهم الثلاثه، واحنا تعبنا قوي، واحب اشكر الفرقه والكوتش اللي هو ادانا الفرصه اللي نلعب معاه واحنا نتمرن معاه، وان شاء الله في جديد ولسه مكملين ومرتبط معانا ان شاء الله. الحمد لله النهارده قدرنا نكسب المباراه يعني بعد الكورتر الثاني وهي محسومه يعني الحمد لله يعني. وفي خطتنا الجايه عندنا جوله ثانيه في طنطا، هنعسكر هناك ثلاث ماتشات برده، هنلعب نفس الثلاث فرق اللي لعبناهم زهور طنطا والجيش، هو اللاعب رقم واحد طبعا جمهور النادي الاهلي يعني. احنا ان شاء الله هنكسب بطوله مرتبط وبطوله المنطقه والجمهوريه، ده اللي احنا نقدر عليه برده. كل التوفيق طبعا لقطاع كرة السلة. الحقيقة السنة اللي فاتت لو تفتكروا احنا خدنا الدرع العام لكرة السلة رجال وسيدات، يعني مجموع نتائجنا كلها كانت متصدرة الأندية كلها. كل التوفيق لقطاع كرة السلة.